والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال نتحول فيها إلى فاطمة خليل. تفضلي فاطمة. شكرا إيمان منصور، شكرا يوسف عبدين، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً أشار إلى تثبيت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيف مصر الائتماني للمرة الثامنة على التوالي عند مستوى بي بنظرة مستقبلية مستقرة. أشار التقرير إلى رؤية ستاندرد أند بورز التي تظهر أن هناك أفاق نمو لمصر بمعدل 4% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مدعومة بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية، إلى جانب الالتزام بتحقيق فائض أولي طموح. كما توقعت الوكالة تعافيا كبيرا لقطاع السياحة خلال العام الحالي مع زيادة عوائد السياحة، خاصة بعد استضافة مصر مؤتمر كوب 27 إلى جانب الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير خلال العام الجاري. أضافت الوكالة وفقا للتقرير أن قطاعي الطاقة والبناء سيكونان محركين رئيسيين للنمو إلى جانب قطاعات تكنولوجيا المعلومات. انطلقت بالقاهرة فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي التاسع تحت عنوان الصناعة والاستثمار ابدأ انطلق، برعاية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بمشاركة كبيرة من الوزراء والمستثمرين ومجتمع الأعمال والخبراء والأكاديميين. يناقش المؤتمر تحديات الصناعة والاستثمار والتمويل ومستقبل الطاقة الخضراء في ظل ما تواجهه الاقتصادات العالمية من تحديات غير مسبوقة خلال الوقت الراهن، بالإضافة إلى بحث فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومستقبل قطاع الأعمال العام وآليات التمويل وتعظيم القيمة المضافة. الحقيقة أخبار اليوم بتتميز في مؤتمر اقتصادي من لحظة اطلاق النسخة الأولى قبل 9 سنين لغاية النهاردة اطلاق النسخة التاسعة، إن كل المناقشات بتشارك فيها الحكومة، بيشارك فيها مجتمع رجال الأعمال، بيشارك فيها الخبراء، بيشارك فيها الأكاديميين، وبالتالي دايما بنقدر نوصل لنتائج قابلة للتنفيذ. والحقيقة طول النسخ اللي فاتت كانت الحكومة معانا وملتزمة بتنفيذ جزء كبير جدا من التوصيات. الدولة بتركز كأولوية من أولوياتها على موضوعات الخاصة بالصناعة والاستثمار، ودول الموضوعين الرئيسيين الخاصين المؤتمر. التوقيت هام جدا لان احنا في ظل الازمات الاقتصاديه الطاحنه اللي موجوده في العالم، في تاثيرات بتبقى على كل الدول، ومن ثم لازم يبقى في ابتكارات وحلول فيها تجديد وفيها فكر جديد. النهارده دور مؤسسات صحفيه دور داعم للدوله المصريه، يمكن النهارده في جلسات مهمه جدا، بنتحاور كلنا مع بعضينا، رجال الصناعه موجود، الاستثمار موجود، معالي الوزراء موجودين، على اساس ان احنا نوصل لتوصيات، والتوصيات ديت في هذه المرحله مهمه جدا جدا لمتخذ القرار، واحنا يعني بندي هذه التوصيات للحكومه والدوله المصريه. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط وسط مؤشرات على قوة الإمدادات النفطية الروسية، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 9% لتستقر عند $86.66 للبرميل. هبط السعر الخام الأمريكي بنسبة 1.6% إلى $79.69. كذلك تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 3.29% لتصل إلى $3.18 للبرميل. في المقابل صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4% لتسجل نحو $2.85 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تدرس اليابان تخفيف القيود على الصادرات إلى كوريا الجنوبية في ظل السعي الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول لتحسين العلاقات الثنائية. وقالت مصادر صحفية يابانية إن طوكيو ستقرر ما إذا كانت ستخفف القيود على شحن المواد عالية التقنية والتي فرضتها في عام 2019 بسبب النزاع بين البلدين، والذي يعود لزمن الحرب خلال الفترة من 1910 حتى 1945.
مشاهدينا نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى ليوسف وإيمان لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك فاطمة.